السلام عليكم. مرحبا اخواني، اتحدث اليكم اليوم موضوع ما اريد اكون متشائم بي او متجهم، او اتمنى البعض ما يعتبر انه هذا موقف سياسي، وان كان حرية الانسان ان يكون عنده رأي سياسي، وانا عندي اراء سياسية بس مو هذا المجال اللي اطرح بيها. بس هذا كلام من القلب الى القلب عن مصلحتنا كعراقيين بالداخل والخارج، وشي انتم لامسينه وانا فقط صوت لكم اتحدث بيه بالعالي. قضية العدوان، او هي بدت هجمات من المقاومين في غزة اللي هم طبعا حقهم هذا لتحرير ارضهم المحتلة، الله ينصرهم، ثم راد الكيان العنيف عليهم المستمر اليوم، هذا راح يزاد عن سنة، ثم دخول لبنان، جنوب لبنان تحديدا، الحرب بشكل مباشر والأحداث اللي صارت بجنوب لبنان، وتعرفون العقابيل يعني، أيضا دخول إيران قصف متبادل مع إسرائيل مع الكيان، مساندة جهات مسلحة عراقية وليس العراق بشكل رسمي، مساعدة جهات ما مرتبطة بالحكومة أو قل قريبة للحكومة، مساندة لإيران والجهات اللي تدعمها إيران، وتعرضها إلى الكيان أراضي بالقصف المسيرات وأحيانا مواقف معلنة، هذا سبب أمور للمواطن العراقي، المواطن العراقي اللي في داخل العراق والاقتصاد العراقي والمغترب العراقي. يعني شركات الطيران حاليا القطرية الإماراتية باقي الشركات اللي تجي للعراق تلغي رحلات وتأجر رحلات وتحضر رحلات إلى فترات طويلة، آخرها الإماراتية. وإذا البعض يعتبر طبعا هذه أنا مو أبرر لها أو أنا وياها أو ضدها، بس دائما شركات طيران هاي مدنية ومؤمن عليها، تعرفون ليش طيران العراقي غالي علي؟ لأنه كان بأحداث والتأمين مال الطيران غالي، فهي مو مسألة يعني جبن من عندهم أو عداء للعراق، لأن هي شغلة بزنس. بس الطيران مثل ما قلت لك تأمين عليها غالي، وهيئة الطيران العالمي دائما عندها عقود مع شركات الطيران المشغلة، إذا ما تلتزم بها هذه تنحضر وتقل تصنيفها. فهاي الشركات الطيران بالتالي مصلحتها إنه الخطوط الخطرة تحد من عندها لها الطيران أو تحضره أو تعلقه بشكل مؤقت، فهذا للعلم والتصرف. يعني مو سهل من القطرية انه تحجب رحلات على العراق لا فترة، او الايران او الى لبنان او الى غير دول. سيما وهي عندها علاقة مع العراق طيبة، قطر مع ايران كذلك، فهذه للعلم والتصرف. من تنحضر على العراق رحلات طيران شركات مهمة يستخدمها المواطن إذا يريد يسافر لأوروبا، لأمريكا، لغير دول، حتى الفرق الرياضية، السياسيين حتى يستخدمونه، يعني مو كله على الخطوط الجوية العراقية. فأيضا منافسة يعني تكون هاي رحلات، يعني شركات كبيرة، فشركات الطيران العراقية ما تسافر لأي مكان، الخطوط الجوية أو فلاي بغداد بعضها محظورة من عندها، خدماتها أيضا تعبانة، فهذا شيء صعب، هذا يقلل من قيمة الاقتصاد الوطني. زين، اجيت الى جانب اخر، ارتباطات الناس، سواء العراقيين يرحون الدول عندهم ارتباطات، فتعليق شركات رحلات يخليهم في حيص بيص، يعني ربما البعض يعني كثير من الناس ما سافروا شيء، او ربما سافرت يعني قصيرة الى سوريا يمكن ايران او ممكن الى تركيا، فما يشعر بهذا الشيء خطر.
رغم انه عانينا من عتها. مثلا حتى المنتخب العراقي لكرة القدم لاعبين بعضهم محترفين من اوروبا، تتذكرون التصفيات التجمع مو هذا قبل مباراة فلسطين، جمعوهم اجوا للكويت المحترفين واجوا بعدين سيارة للبصرة، يعني وهاي مو شغلة سهلة. بعض الفرق المنتخبات بصعوبة وصلت للعراق، يعني كان ممكن انه ما تقدر تدخل للعراق، وكارثة يعني تنقل مبارياتنا خارج ارضنا، فالبعض ما ينتبه لهاي، بس هاي خطرة. زين حتى ذا التصعيد هذا بين العراق وبين العفو ايران واسرائيل كان ممكن انه تحضر اللعبات بالعراق، لان ايران حضر بها، فهذه الجهات بالعراق انه اعلنت انه هي مساندة لايران ذا صار قصف عليها. زين هذا يدخل انه الفيفا او الاتحادات الرياضيه ممكن تمنع اللعب بالعراق لو ما علاقات العراق زينه، ويعني ستر ربك هم تقدر تقول. زين شيء ثاني، المغترب العراقي، العراقي اللي يدرس برا، يعني مو شرط عراقي مثل مجنس برا، العراقي اللي يدرس بالمدارس الاجنبيه جامعات كليات على حسابه وعلى حساب الدوله، العراقي المغترب المقيم، التجار الكذا، اليوم هو عنده مثلا رحلة للعراق يريد يرجع، هم برمجها مثلا، تعرف هاي الشركات تحجز تو واي، يعني هذا اليوم تجي وبيوم عندك مغادرة، تريد تغادر فجأة قال لك الشركة الخطوط الجوية الإماراتية علقت الرحلات للعراق، يعني هاي مشكلة، لازم تتصل بالخطوط وشوف لك طيران من دولة مجاورة للعراق، وبعدين انت تروح بطريق بري او على الطيران العراقي او طيران دولة ثانية ما حاضرة طيرانها على العراق، الدولة الثانية اللي بيها طيران للامارات، ومنك اذا وافقت الشركة الخطوط الجوية الاماراتية، وربما هي توافق، بس اعتقد يجوز حتى يعني برنامجك راح يتلخبط انه تغير رحلة لهذا اليوم ومن ذاك المطار، طبعا وين صح الرحلات هاي اغلبها فل من الدول الشرق الاوسط الى اوروبا، فلازم يشوف لك رحله فاضيه او حجز مسبق بعدين وتروح هناك انت يا بري يا جوي، ومنك يجيك طيران. شايف شلون حيص بيص هذا لغوه؟ زي اللي عنده عائله وياه، فهذا اخواني انا يعني قلت لك مو سياسي ولا ارد ادوخكم بسؤال في السياسه، وما أرد أقول للجهات أنه إلكم بهاي الحرب أو لا تساندون هذا الطرف أو ساندوا ذلك الطرف، هذا شيء قرر غالبية الشعب العراقي والحكومة العراقية، لكن أنا فقط أقول أنه البعض يكتب على الفيسبوك، وإحنا كل إحنا بقلوبنا ونكتب نريد إخواننا المجاهدين ذولاك اللي يحاربون من أجل أرضهم أن الله ينصرهم، ولكن بنفس الوقت أنا أقول الحرب هاي مفتوحة. زين انت العراق تدخلها، هل احنا مقررين كدولة وشعب انه دخلنا الحرب؟ انت يعني شلون تقول لا، انت معلن بشكل رسمي شعبي ورسمي انت في حالة حرب مع هذا الطرف، ولا انت قايل انه انا ما عندي حرب، نائب نفسي عن هاي الحرب، النائب نفسك عن حرب هاي تتطلب امور حتى ما تخسر بيها، عرفت شلون؟ فاحنا لا احنا بحالة حرب ولا احنا نائين عن نفسنا الحرب، يعني جاي نعاني من هاي الحرب واحنا ما لنا بهاي الحرب، شايفين شلون يعني؟ فهذا قلت لك شغله الطيران شيء صعب وجاي تاذي العراقيين، العراق المغترب والعراق العادي يعني اللي عايش بالعراق، وتاذي الاقتصاد العراقي وتاذي سمعه العراق، وهذه الامور مو سهله، يعني اخرها الكيان مقدمين شكوى رسميه عند الامم المتحده على العراق ان يقولون من عنده تجي قصف عليهم، ومبلغين الامم المتحده انه ان حق في الرد على هاي الاعتداءات والمطالبه بتعويض. سؤال، هل احنا مستعدين للرد وهل مستعدين ندفع تعويضات اذا فرضت علينا؟ لان احنا مثل ما تقول طرفه هبيطه وما لا عندنا سياسه قويه ولا عندنا امن قوي، زائدا انه بعض الدول اللي احنا نساندها اذا تعرضنا لعدوان ما توقفوا ويانا. لا يغرك هاي مال داعش، مال داعش مجرد عصابات، يعني حتى امريكا كان بساندتنا بالطيران، لا مو دوله محاربتنا وذولا وقفوا، لا الله وكيلك لو دوله تشاتركونا
وانا اريد، قلت لكم انا ما اتحدث بالسياسه بس اسف، هي السياسه تفرض نفسها. اللي مو ذكي خليه يتذكر، العراق بكل عمره ما دخل حرب وبلد سانده. العراق بعده انظمته، من كان نظامه بيد يعني الحاكم سني والملان الحاكم شيعي، خاف واحد يقول يعني اختلاف لهذا. ماكو بلد دخل وياه بحرب خارجيه او حتى مجرد تهديد صار بينه وبين دول وبلد وقف وياه. قضيه داعش مو حرب، حرب كانت اهليه، لا يقول لك يعني جيش خارج وجاء. نعم هم ناس تمردوا في محافظات معينه حسوا فقدوا الحكم من عندهم، يعني ناس عندهم اعتنقوا عقيده شاذه زين وسندوهم عصابتشيه من الخارج. بس لا تقول لي انه هاي جت ناس من برا وتجوا، لا هم ما لهم مسالمين، ما جاك جيش من برا، ليش تضحك على نفسك؟ فوقوف مثل ايران خلف الله عليهم، بس بهذه الحرب الله لا يقول اذا صار عندنا اعتداء من الكيان ولا دوله راح توقف ويانا ابدا قولا واحدا. فانا هذه كلامي مو تحذير ولا شيء، بس انا انبه الناس وانبه المسؤولين وانبه هاي الفصائل الى انه اكو امور هاي بدت تضرب العراق، حيل تضرب العراق وتاذي الناس، وهاي حرب مفتوحه. والحرب المفتوحه انا ما اقول لك ما انا اقوي بها ولا جمل، ولا هو هذا الواقع بصراحه، بس انا دائما اقول لك الحرب طالما هي تمس كل العرب والمسلمين لازم احنا نكون جزء من أمة كبيرة تدخل هذه الحرب. أما أن نكون بس إحنا تعبانين، العراق تعبان، العراق متدمر، الناس تريد تعيش، ليش أنت بكل حرب فازع؟ يعني صعب أنه العراق المرهق التعبان والمشكلة الشعب يريد خدمات، وأكو بهم يعني والله يعني هي المشكلة أنه أكو ناس انا احيي بهم هذا الحماس، بس هم ما يعني ما غريبين، هم كاتلهم هم الدنيا ويطالبون بخدمات ويطالبون، وتلقاي كاتل روحه على احدث موبايل وما ادري شنو تمام، ويريد مدرب اجنبي للمنتخب ويريد ملاعب ويريد قاعات سينما ويريد 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 ويريد، وبنفس الوقت يحيي هاي الفصائل ويريد ويكيف من يجي تعرض للكيان وكذا ويشتم الدول الغربية ويطالب بطردها. هذا حبيبي هاي الخدمات كلها تروح إذا انتصرت ضد هاي الدول. صدام حسين كان أقوى من ذولا، جيش قوي ويا بعض الدول، من صار طلع من الخط هو كان حليف الغرب، شفت الصار بينه. فأنت لازم تخليها ببالك، يعني هم يظلون يسندونك وانت اقتصادك كله مرتبط بيهم، وانت طالع عن طورهم وتعادي ربيبتهم الكيان اللي هم صنعوها. فيما تكون ثوري انه مستعد تتخلى عن الامور الكمالية، يما تريد يعني انسان تريد تعيش لان انت ما كنت عايش وتريد حالك حال الدول المحيطة، فلازم تقول لهم شوية كعوها. والله يحفظ العراق والعراقيين وينصر الشعوب المظلومة اللي تحارب في سبيل تحرير أرضها، والسلام عليكم.